للنسخة الثالثة على التوالي يشهد مركز حراسة مرمى منتخب مصر تغييرات اضطرارية ومفاجئة بسبب الإصابات التي بدأت قصتها في نسخة العام 2017 بالجابون حين تعرض شريف إكرامي للإصابة قبل انطلاقة مباريات البطولة، ثم تعرض أحمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي في الدقيقة 25 ليحل المخضرم عصام الحضري بديلا له. واصل عصام الحضري حراسة مرمى منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون عام 2017 حتى بلوغ المباراة النهائية التي شهدت خسارة الفراعنة بهدف مقابل هدفين أمام الكاميرون. وفي نسخة عام 2021 بالكاميرون استمر مسلسل إصابات حراس المرمى، حيث تعرض محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر للإصابة في الدقيقة 88 أمام منتخب كوت ديفوار في دور 16، وحل محمد أبو جبل بديلا له واستمر في حراسة مرمى الفراعنة حتى المباراة النهائية التي خسر المنتخب المصري أمام السنغال بركلات الترجيح. وجاءت النسخة الحالية في كوت ديفوار والحافلة بالمفاجآت لتشهد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر في نهاية مباراة الرأس الأخضر بختام دور المجموعات، ليصبح محمد أبو جبل هو الاختيار الأول أمام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة لاستكمال المشوار في دور 16. فهل يتكرر السيناريو ويواصل منتخب مصر مشواره إلى النهائي كما حدث في النسخة السابقة؟